مش عبيط يالا، انا الكلام ده ما يدخلش عليا. حضرتك مش مصدقه ليه بس؟ يعني انت اول مره تشوف توينز، وبعدين ما البلد هنا مليانه توينز زي حسام حسن وابراهيم حسن وميمي شكيب وزوزو شكيب واكرم حسني وحسن حسني. لا دول تشابه اسماء. لا اكرم حسني واحمد صلاح حسني هم اللي تشابه اسماء حضرتك. ايه ده؟ وبعدين احنا ما تعرفناش باسمك يعني. انا المعلم هولاكو. يما طب حضرتك اقتنعت يا معلم هولاكو ولا مش مصدقنا؟ لا بنسبة كبيرة كلامك مقنع طبعا. خلاص ما عنديش مشكلة، انا هسيبكم تمشوا. ياه انا متشكر جدا، انا اول مرة اشوف مجرم متفهم زي حضرتك. انا شفت دي حلوة. عجبتني. عجبتك قوي. وعجبتني انا كمان. بس في حاجة بقى لازم تفهموها كويس، انتوا قبل ما تمشوا انتوا هتجيبوا لي الفلوس تاني. ليه بقى؟ لان المعلم هناكم معلم هولاكو مجنون. في ايه يا مالك يا ما تسترجل يالا؟ حضرتك انا مش ولد، انا بنت واسمي ريتاج. بقول لك ايه بقى من الاخر كده عشان انا بدأت اجد منكم، ريتاج كولاج انا عايزكم تتشقلبوا كده قدامكم من واحد لثلاثه تكون الفلوس عندي. ممكن حضرتك تعد لحد 10؟ ثلاثه ده قليل قوي. يا سلام، والسبع ثواني دول بقى اللي هيفرقوا معاك هتعمل فيهم كل حاجه؟ معلش حضرتك بس ممكن تدينا مهله اسبوعين؟ بس اسبوعين وهنجمع لك ونعمل لك كل اللي انت عايزه. لا بقول لك انت، هو بقول لك انا لازم ابدا بواحد فيكم. بص انت انا هبدا بيك انت. لا ارجوك ما تعملهاش حاجه. خلاص انا هديك الفلوس بس استاذنك يعني نروح مشوار صغير. فين؟ انا شايل الفلوس في مكان امين. مين امين؟ لا مكان امين عندي في البيت، شايلها في الخزنه. خزنه ايه؟ شايل الفلوس في الخزنه. ايه فقدت دي؟ ايه معناها؟ بقول له يعني يلا انا شايلها في الخزنه، يلا نروح نديله فلوس. ليه تديله الفلوس؟ اوكي. لا اذا كان كده تمام. ماشي اتفضل. ماشي. لا اتفضل طبعا ما ينفعش. شكرا. اتفضل. دورت الدنيا كلها. دورت الدنيا. يا جماعة اجروا بسرعة من باب المطبخ، في حريقة. أنا عايزه حد. حي، ما حدش يضرب علينا، اوعى يهتني كده.